السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. نظرا لأهمية الموضوع فالآن غادي نقوم بتكرار ديالو باللغة العربية، كيف طلبوا مجموعة من الأخوات واللي ما عجبهمش الحال علاش أنني نعطي المقاسات باللغة الفرنسية. المقاسات ديال اليوم إن شاء الله مهمين ومهمين جدا. كيف سنقول لكم دائما أهم خطوة هو تعلم مقاسات صحيحة، ونبدأ على بركة الله. نبدأ إن شاء الله من دورات: دورة العنق، دورة الصدر، دورة الحزام، دورة الغنج. الآن دورة العنق. دورة العنق تؤخذ بهذه الطريقة. هذه هي الدورة الأولى. الحزام، دورة الحزام يمكن الاستعانة بالحزام. ناخذ بهذا الشكل الحزام يكون مضبوط. ثم دورة الهونش وهي أعرض منطقة دورة الحوض بهذا الشكل. حيث أن الحزام يطلع وينزل بشكل سلس إلا إذا كنا باغين شي حاجة اللي مزيرة يعني مطاطية، فحنا تناخدو مضبوط ما نزيدوش داك الأربعة أصابع، وهنا يكون مزير حيث الثوب غادي يساعدنا. هنا يكون مضبوط بهذه الطريقة هذه، حيث أن الحزام غادي ينزل ويطلع بسهولة. هذا الشكل الآن مزيان. الآن إن شاء الله مع الأطوال أو الارتفاعات، ارتفاع الصدر من هذا العضل الماسي الكتف لحلمة الصدر بهذا الشكل. هذا هو ارتفاع الصدر. ثم ارتفاع الحزام نهبطو حتى لهنا مرورا بحلمة الصدر من طبيعة الحال للحزام. ثم عندنا ارتفاع الحوض من هنا، الأعرض منطقة اللي غادي تكون دائما تمسو هنا هذا الجزء، هذا أعرض منطقة هي اللي نحطو عليها اليد اللي تتكون ارتفاع الحوض. عندنا ارتفاع السروال دائما تناخدو رقم واحد نهبطوه للأسفل، ثم نجيو هنا ونشوفو الارتفاع اللي باغيين لغاية الحزام بهذا الشكل. هذا شوفوا الارتفاع اللي باغيين حنا تنطلعو حتى تلقاو الارتفاع مثلا السروال أو ارتفاع ديال اللبسة ديالنا كاملة. نفس الشيء دائما الصفر اللي تحت والفوق مرورا بحلمة الصدر، ونشوفو فين غادي نحبسو في الكتف بهذا الشكل هذا باش نشوفو الارتفاع ديالنا. هادو هما الارتفاعات اللي تنحتاجو. ثم نحتاجو دورة الصدر اللي تناخدوها بهذه الطريقة هذه. نطلعو بحالنا غادي نطلعو الفوق تحتو من تحت الأرض، ونزلو ونجيو هنا وناخدو قياس في الوسط من تحت الأرض
لاحظوا كيفاش السنتيم غادي يجي من تحت الاكس ودور بحال ما تاي الصدر باش يوصل لينا هنا. نخليو 4 سنتيم ونديرو هاد الدورة، ثم هاد الدورة هادي اللي تحت الابط مباشرة، هاد الجزء هذا تسمى دورة كارير اللي هو ايضا تنحتاجو في العمل ديالنا. سنحتاج ايضا المسافه من حلمه الصدر لحلمه الصدر، سنحتاج ايضا المسافه من الكتف لحلمه الصدر كيف وريتكم هو ارتفاع الصدر. هذو هما المسافات اللي تحتاجو من طبيعه الحال. سنحتاج هذا العرض ايضا من هذا الجزء لهذا الجزء تحت الإبطة لتحت الإبطة، يعني سيحطوا يديهم بحال هكا وناخذوا هذه المسافة، ثم المسافة ديال الظهر، عرض الظهر بهذا الشكل هذا من الكتف للكتف هنا هذا الجزء هذا. هذه هما القياسات اللي سنحتاجو. واحد القياس مهم ومهم جدا من خلاله ممكن نعرفو حدة الإبط كيف وريتكم مرارا، وهو ارتفاع الجانب واللي تيكون من تحت الإبط للحزام، فهو أيضا مهم ومهم جدا. العرض ديال الكتف، العرض ديال الكتف ايضا تناخذوه من هذا الجزء ديال العظم العنق لهذا العظم هذا بهذا الشكل هذا، مهم جدا ايضا. ثم ننتقلوا لليد، اليد ملي تنقولوا تناخذوا دوره اليد، فدوره اليد هي اعرض منطقه هنا، هذه هي اعرض منطقه ناخذوها ما تنزيدوش عليها بهذا الشكل هذا. ثم طول اليد، طول اليد دائما تتكون اليد بهذه الطريقه هذه، مع ان هذا الابهام تيكون محلول بهذا الشكل هذا. وتنجيو لهنا مرورا بالمرفق ونمشيو اليد اللي تتعطينا هنا هي طول اليد اللي تناخذوه. هادو هما القياسات ديال اليوم مهمين ومهمين جدا. تنتمنى ان الدرس ديالي يكون نال الرضا ديالكم والاستحسان ديالكم، وانكم طبقوا الى طبقتوا هاد المقاسات اللي عطيتكم وهاد القواعد اللي عطيتكم، فكونوا على يقين انكم غادي توصلوا للخطوه الاولى الصحيحه ديال الخياطه، واللي هي سبب كل المشاكل اللي تتلقاوها في الباترون ديالكم. ودائما ديروا الثقه سنتيم وقدوا القياس ديالكم في الاول، عوض ما تبقاو تقولوا لا يمكن كبير ولا يمكن صغير، في الاول ضبطوا الشغل ديالكم راه غادي يكون عندكم باترون صحيح 100%. للسياج واخا ديروه ديك الساعه غتلقاو لي غوتوش ديال 1 أو 0.5، لي غوتوش يعني بساط اللي ما غاديش يسببوا لكم مشاكل وضيعوا لكم باترون ككل، اللي غادي يكون واسع بزاف او انه ضيق بزاف. يعني في الاول ديروا الثقه في القياس اللي خدوتو بالسنتيم ديالكم، ولا درتوه بهذه الطريقه اللي عطيتكم كونوا على يقين انها خطوه سليمه وصحيحه. الى عجبكم الفيديو ديالي من طبيعه الحال اشتركوا في القناه ديالي، هذه هي المسانده ديالكم ليا. تعليق ولو بكلمه، كبس زر الجرس ليصلكم كل جديد باش تعرفوني بلي حطيت فيديو جديد، ضروري ديروا زر الجرس. الا بغيتوا تواصلوا معايا عبر جروب الفيسبوك الرابط على صوره القناه. ما تنساونيش من صالح الدعاء ولكم بالمثل وافضل. اي طلب ضعوه في اسفل الفيديو ان شاء الله، فانا جميع التعليقات نشوفها وغادي نلبيها حاجه بحاجه، كل مره تنطور القناه ديالي الجديد باش يوصل لكم ان شاء الله المعلومات الكافيه والوافيه. الى ورشات قادمه ان شاء الله، دمتم في حفظ الرحمن ورعايته، السلام عليكم.